في منطقة زعتريا بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، يقطع هذا الأب رفقة ابنته يوميا مسافة 4 كيلومتر مشيا على الأقدام للالتحاق بمدرستها. السبب انعدام وسائل النقل، والمسافة هي مرتبطة بين الزعتريا والمعلمة، والإشكال تاعها هي قلة النقل، قلة قليلة جدا في النقل. يعني والله ما تبدلتش الأوضاع منذ سنة 2001 أو ربما من قبل 2001، مازال الوضع في شاحنة في حافلة واحدة للنقل العام، ما نتكلموش عن النقل المدرسي. الدخول المدرسي هذه السنة كان مختلفا، وبدر أولياء التلاميذ لنقل أولادهم إلى المدرسة، تفضل الحاج. فالأب وابنته وجد من يقلهما وبالمجان. درنا مبادرة إنسانية لأولياء التلاميذ للتنقل المدرسي مجانا بيوم الدخول المدرسي. اخترنا منطقة زعتريا للنقل المنعدم، اخترت راجل مع ابنته دخل يخفض لها 4 كيلومتر على المدرسة. اليوم ونقص علينا أمر كبير، هذه المسافة حوالي 4 كيلومترات، والله نمشيها على القدم. 4 كيلومترات نمشيها يوميا على القدم، يوميا ذهبا وإيابا. الله يتخيل كيفاش الإنسان يجي ينقص عليك 4 كيلومتر ويوصلك في راحة، شيء رائع جدا. شكرا للسائق. مبادرة قامت بها نقابة سائق سيارات الأجرة صبيحة الدخول المدرسي، أين تم توفير النقل مجانا في الأحياء والمناطق التي تعاني من قلة وسائل النقل. اليوم راح نغطيو الأحياء السكنية تاع سيدي عبد الله، نلقاو التلاميذ رايحين مع الأهل ديالهم للمدارس، نوصلهم يعني بصيغة مجانية. اليوم حتى الزملاء اللي راهم هنا نتحيوهم جو من كل محطات ولاية الجزائر العاصمة. يعني مبادرة والله شيء جميل باش تشوف واحد يتنقل من إمكانياته الخاصة، خلاو حتى الأطفال ديالهم ما دخلوهمش للمدارس وجاو باش ينقلوا المواطنين تاع مدينة سيدي عبد الله. أنا هنايا رانا عشتها تاع الصباح باش نقوموا إن شاء الله بالواجب تاعنا. مبادرة هدية باش يسيوندوا التلاميذ مجانية إن شاء الله هنا في المنطقة هذه الغربية تاع سيدي عبد الله وزعتريا، وإن شاء الله المبادرة هذه تكون عندها حسن نية إن شاء الله. مبادرة ساهمت ولو نسبيا في تخفيف الضغط على المتمدرسين وأوليائهم صبيحة الدخول المدرسي، أمر جيد نتمنى له الاستمرارية والدوام.